رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة 1445. رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية 1445، وذلك للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للعام الدراسي 1445 هجرية، حيث تعد كلية الملك فهد الأمنية من أهم الكليات العسكرية التي تقدم خدمات تعليمية علمية ونظرية للعمل على تطوير وتدريب الطلاب والطالبات في مجال العمل العسكري. رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية 1445. وفرت كلية الملك فهد الأمنية خدمة الاستعلام عما نتائج القبول بالكلية إلكترونيا، وذلك عبر منصة بشر بوزارة الداخلية. وللاستعلام عن نتائج القبول يلزم توافر رقم الهوية الوطنية ورقم هوية الأب. اتبع الخطوات التالية. خطوات الاستعلام عما نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية. أولا، التوجه إلى منصة بشر. قم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على خيار قائمة بشر للتوظيف. قم بالبحث عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1445. ادخل المعلومات الشخصية من رقم التعريف ورقم الهوية الوطنية ورقم هوية الأب وغيرها من المعلومات المطلوبة، ثم اضغط على خيار عرض النتائج. الشروط المطلوبة للقبول: أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 22 عاما، أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة، اجتياز اختبارات اللياقة والكشف الطبي، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يتمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، ألا يكون متزوج من أجنبية. المستندات المطلوبة عند التقديم: تقديم صورة من استمارة المراجعة من منصة بشر، صورتين من شهادة الثانوية العامة، تقديم نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية. تقديم 10 صور شخصية حديثة وملونة مكشوف الرأس، وقم بكتابة اسمك خلف الصورة. وتحرص كلية الملك فهد الأمنية على تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الخاصة بالقبول، وذلك لتحقيق فرص متساوية لكافة المتقدمين، مثل مراحل تحقيق الشخصية والمقابلات والكشف الطبي واللياقة. وتعد كلية الملك فهد الأمنية من أهم وأكبر الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والتي تختص بتقديم مختلف الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية، ومدة الدراسة بالكلية 3 سنوات موزعة على 6 فصول دراسية، ويحصل الطالب بعد إنهاء الدراسة على بكالوريوس في العلوم الأمنية، وسيعمل كضابط في إحدى قطاعات وزارة الداخلية.